السلام عليكم، حياكم الله، يا أهلا وسهلا والله، الله يسعدكم. طبعا في أسئلة تجي كثير عن كم إنتاجية الشعري، فأنا والله ما حسبت الإنتاجية، في حسابات طبعا موجودة بالكتب والأشياء، ولكن الواحد لازم يعرف إنه الشعري أصناف وأشكال متعددة، يعني زي ما أنتم عارفين الطماطم كله بشكل عام يعني بالآلاف كأنواع وأشكال زي كذا. فالله يسعدكم، بعطيكم بس شوية معلومة عن الإنتاج والعدد، والله أنا ما راح أعد، يعني الله يعينكم عدوا أنتم. عندي من هنا من الكلستر، هذا الكلستر، هذا هو من هنا، طبعا هذا الكلستر يجي طويل، الكلستر بالشكل هذا من هنا تماما نطلع لغاية، أنا حسبتها متر تماما لغاية الكلستر هذا. هذا الكلستر هذا حامل اثنين، هو الحامل هنا واحد لكن فيه فرعين، فيه كلسترين، هذا كلستر واحد وهذاك ثاني برضه. هذا متر، هذا فيه المتر هذا فيه 7 كلسترات، طبعا الكلسترات تتفاوت، هذا مطلع فرعين، هذا مطلع فرع واحد، عندنا هذا مطلع برضه فرع واحد، هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا فرع وهذا كلستر واحد، هذا حامل الكلستر هذا هو واحد مطلع لنا هذا فرع يعني كلستر لحاله، وهذا كلستر ثاني، وهذا كلستر ثالث، وهذا الرابع، هذا الرابع، بمعنى 1 2 3 4 كلهم طالعين من حامل الكلستر هذا هو واحد. إذن 4 كلسترات في حامل كلستر واحد. عندنا هنا برضو يجي الله يسعدكم، هذا فيه فرعين، هذا الكلستر وهذا الثاني، نابتين من هنا، الحامل واحد، حامل الكلستر واحد أيضا. هنا الكلستر زي ما أنتم شايفين هذا هو، خلينا نشيل الحبة هذه، يلا نقطعها عشانكم، يلا نقطعها ونحطها مع أخواتها. هذا حامل الكلستر واحد، هنا مطلع الفرع هذا زي ما انتم شايفين فرع كبير، ومطلع الفرع الثاني هذا برضه فرع اكبر منه، بهذا اكبر بشكل كبير، يعني اي تتفاوت، حتى هو نابت منبت من حامل كلستر واحد من هنا، هذا يطلع اقل، الثاني يطلع كبير زي كذا. فحسابيا انا والله ما انا قاعد احسب الحبات بصراحه، كإنتاجية بالعدد، عدد الحبات، عدد الثمار، أنتم بإمكانكم تحسبوها الآن. على سبيل المثال عندنا هذا الكلستر اللي فيه 4، هذا فيه 50 ثمرة، هذا هو ترى كلستر واحد، خلونا نجمع لكم إياه، هذا كلستر واحد، يكون كلستر مكون من 4 فروع، هذا فيه 50 حبة، بإمكانكم تعدونها أنتم. هذا هو واحد لغاية نهايته، هذا الثاني لغاية نهاية، طاحت واحدة وأنا قاعد أعد، هذا الثالث، هذا هو هنا، هذا الرابع، رابع صغير، هذا فيه 50، هذا ممكن يعطينا بالعشرين، حدود العشرينات، هذا برضه بالعشرين، هذا فيه أكثر من 20 لأنه فيه فرعين. عندنا الله يسعدكم هنا طالع فرعين متوسطة الطول، هي راح يكون اقل يعني من اللي اسفل، هذا هو، هذا راح يكون اقل من اللي اسفل. هنا عندي الكلستر واحد صاير فيه فرعين، هذا فرع كبير جدا اللي فيه هذا ما شاء الله، يعني هذا ممكن فيه اكثر من 40، اللي هو هذا المكان الحامل الكلستر فيه الفرع هذا والفرع هذا، هذول يجون 40 تقريبا او اكثر من 40 ثمره. هذا الكلستر لحاله، خلينا نجيبه من الاسفل، هذا الكلستر لحاله هذا يجي فيه يعني اكثر من 35. فحسابيا انتم تقدروا تحسبون الحبات، طبعا هو مش بالكيلو لانه الشيري يباع بالاحجام زي الكيسان او العلب الصغيره الاطباق وزي كذا، فما يباع بالكيلو زي الطماطم. هذا طبعا هذا القزمي، لو تعرفون القزمي، لكنه القزمي اللي عندي اللي قلت لكم عنه انه كبير. الحبات هذه تباع بالكيلو او بالفلينه، طبعا احنا نتعامل مع الفلينه. ايضا الصنف هذا نفس الحكايه، هذا بالحبات يباع اللي هو بالكاس او بالعلب الصغيره، ما يباع بالكيلو طبعا الشيري.
ايضا الشجره هذه اللي هي الشوكليت، لا الشوكليت مو الشوكليت، شوكليت نعناع، هذا هو المهم. هذه النبته برضو نفس الحكايه، انتاجها تقريبا مشابه لانتاج الشجره هذه بالمتر، وانا اتكلم لكم بالمتر عشان كلامنا بالمتر لازم نعرف انه هذه شجره طماطم طلعت عندي 9 امتار تقريبا، فانتم 9 امتار مش كلها ثمار، المتر الاول او 70 سنتي الاولى لازم نحذفها لانها بدايه عمر النمو، ايضا لما ينتهي عمرها وانا احب يعني خلاص اوقفها عندي بيطلع 70 سنتي فيها حبات صغيره وتزهير، خلاص انا قص القمه الناميه وهذيك ما تحسب ال 70، يعني عندنا متر ونص من التسعة متر هذه غير محسوبة. بقية الأمتار من التسعة أو الثمانية ونص بالحدود هذه تحسب بالطريقة هذه إنتاجيتها. أنا يعني أنا حاولت أبسط لكم طريقة الحساب لأنه الأسئلة صراحة تجيني كم الإنتاجية وكم كيلو وكم كذا، والله أنا ما حسبتها بالكيلو ولا قد فكرت يوم من الأيام أني أحسب إنتاجية الطماطم بالكيلو اللي هو الشيري. الشيري بألوانه بأصنافه، حتى عندنا هذا الحلو، يلا خلينا نلطف لكم هذه حبيبتنا، انا احبها ترى هذه كثير، هذه جميله جدا ومن الحبات والثمار اللذيذه جدا. هذه طبعا ما تملك غلاف، غلافها ناعم رقيق جدا، مش زي هذا السويت شيري ولا زي الشوكليت اللي هو هذا، هذا له طعم خاص وجلد سميك. هنا النوعيه هذه طبعا هذه شجره انا مخليها حاول انها ما تكبر، وهي راح تكبر عاد غصبا عني، لكنه ابغاها تكون كذا هاديه بالنمو عشان ما تعبي المكان. المهم انه هذه طريقه الحسابات بالنسبه لي، واكثر من كذا ما اقدر اقول لكم. مع السلامه.